أنت طالب في أي سنة؟ في سنة أولى ثانوي. سنة أولى ثانوي في أي شعبة؟ جذع مشترك علوم وتكنولوجيا. لو تكلمنا على مدينة البرج، وش تحكي لنا عن البرج؟ مدينة برج براريج هي مدينة كما يقال أن الإخوة بربروس كانوا من بعد دخول بجاية والقضاء على الإسبان والقضاء على القلعة الإسبانية التي كانت في بجاية، دخلوا إلى ولاية إلى مدينة برج براريج، وكانت عبارة عن بطحة أو مرجة خضراء، وأسسوا قلعة سميت بقلعة بني العباس بعد أن استولى عليها بني العباس. ما اسمك يا بني؟ المعز. المعز لدين الله الفاطمي. لا المعز. أنا سني وهو شيعي. هذا الفتى ظاهرة حقيقة. شكرا. يعني ظاهرة في لغته وفي اطلاعه. المعز لدين الله الفاطمي أنت؟ لا. وعلاش؟ لأن يعني المعز بدين الله الفاطمي هو من ملوك الشيعة، من ملوك الدولة الفاطمية الشيعة الإسماعيلية. نقل الدولة الفاطمية من المغرب إلى مصر وأسس مدينة القاهرة، والحمد لله الذي خرج من الجزائر حماد بن بلوكين بن زير. أنت المعز، وتعرف أيضا حماد بن بلوكين بن زير بن بناد الصنهاجي في المسيلة. في المسيلة. نعم. وأسس مذهب السنة بعد أن استخلف أبوه بلوكين بن زير الصنهاجي. طلعت بني حماد. نعم. بقيت منها الصومعة الآن في المسيلة. الصومعة في المسيلة، ولعل الحماديين، يعني تاريخ الجزائر، الحماديين هم الذين يمثلون فعلا الهوية الجزائرية السنية. السنية طبعا. لكن هذا الفتى المعز يعني ظاهرة حقيقة، وأعتقد أن لك مستقبل باهر في مجال نحن الإعلام، يعني إن شاء الله، باعتبار أنه أدائك للعربية سليم جدا. إن شاء الله. كيف اكتسبت هذه الموهبة في الأداء؟ يعني من القراءة. أنت تطالع كثيرا. نعم. ما هي أهم الكتب اللي تحب، والأنواع الكتب والمعارف اللي تحب تطلع عليها؟ كتب التاريخ الإسلامي، لأن التاريخ الإسلامي شهد تزوير حقيقي من المستشرقين، فلا بد للمرء صغيرا كان أم كبير أن يطلع على كتب التاريخ الإسلامي. كم عمرك يا معز؟ 15 سنة. 15 سنة المعز، ويطلع ويعرف جيدا تاريخ الجزائر وتاريخ العالم الإسلامي. كيف تحدثنا مثلا عن تاريخ الجزائر؟ تاريخ الجزائر، الجزائر كانت من بين عضو من شمال إفريقيا لما فتحها عبد الله بن أبي السرج حليف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفتحها الرسمي وانضمامها للعالم الإسلامي كان زمن معاوية بن أبي سفيان، حيث وكل عقبة بن نافع، وشهد الفاتحون المسلمون كانت العقبة بن نافع ثورات أمازيغية وثورات بربرية ضدهم إلى أن توفيت الكاهنة. هناك أتى قائد إسلامي جزاه الله خيرا على أن أدخل لنا الإسلام، تزوج من كل قبيلة بربرية امرأة وعلمها الإسلام، وعلمت هي بدورها قبيلتها من، وهكذا انتشر الإسلام. انتشر الإسلام وأصبحت الجزائر، وكانت أول دولة تأسست في الجزائر كدولة إسلامية هي الخلافة الفاطمية. يا وزارة التربية، يا ولاية برج بعريريج، يا الجزائر بأسرها، مثل هذه المواهب يجب أن نعتني بها. المعز نموذج فعلا للشاب الجزائري اللي عمره 15 سنة وهو مطلع على تاريخ الجزائر، وهو مطلع ويتكلم بالعربية بطلاقة، ولعله أيضا يتكلم الأمازيغية ممكن. يعني طبعا البرج للسادة المشاهدين فيها الأمازيغ وفيها كثير. ولذلك أنا أدعو الهيئات الرسمية في البرج وفي خارج البرج وعلى المستوى الوطني أن تعتني بمثل هذه المواهب. المعز نموذج للفتى، للنموذج للشاب الجزائري ل 15 سنة وهو مطلع على جميع العلوم والمعارف، يتحدث كأنه مؤرخ. طيب المعز، حدثنا عن شهر رمضان في البرج. شهر رمضان في مدينة برج براريج تغلبت عليه من العبادات العادات، ونحن لا ننفي بأن البرايجيون أو العائلات البرايجية تقوم بعبادات في هذا الشهر الكريم. نعم تقوم بعبادات، ولكن غلبت بعض العادات وبعض الأكلات كتقاليد وأعراف. طيب وخاتم سليمان؟ خاتم سليمان من الأعراف التي يعني أنا منذ كنت صغير عرفت آل بيتي يشاهدون خاتم سليمان، يتابعون آل بيت المعز، يتابعون خاتم سليمان. ما شاء الله عليك يا بني، ربي يبارك.